تروازيام ديري ليه بيستاش، كاتريام يعني لا زون روج. زين بغيت نوصل لها 85 هاي. تروازيام 85 موتور ناضي الخوت، عرفتي الماكينه هي كلشي في هذا الماطر ديال الشينوا. الا ما عندكش ماكينه اخويا هذاك الزواق ما عندنا ما نديرو به. واش العشران واش لا فامي، معكم رايدر تونين في نوفيل فيديو. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادا تكون خاصه بالريفيو والتيست رايد ديال نيو سي 50 عشاق 33 بالحله الجديده الخوت من شركه كوبر موتو. مهم الخوت تسنى نوقف اخوتي هنايا نوريكم واحد الضريبه طليله بالخف على الموتور تشوفوا، ومن وراها نخلي لكم السينيماتيك ونكملوا الريفيو ديالنا. بالمناسبة تتتت هاي بامور، ملي كدير بامور كيولي الخط هنا خضر، داكشي عاوتاني امبيكابل. هاي الخوت الدراجة اللون ديال دم الغزال، كاينة كحل ماط كحل بريون، لي زاموغتيسور شي حاجة هربانة. المهم راه غندير لكم الريفيو غتشوفوا معايا كلشي. الأضواء الخلفية شي حاجة تا هي الموت، خطيرة خطيرة. وبالنسبه للقدام الخوت هذا كيشبه السوبر كوب هوندا، دوفون دي سوبر كوب هوندا. المهم الخوت نمشيو نكملو جوينطات العيبات فرانات، المهم هادشي كامل تشوفوا معايا. لي ليد راه نشعلو بعدا، كاين فو دو جور لي ليد كاينين في لوبتيك، وعاد القدام يعني سينيالات فين نديرو الديتريس. صافي داكشي ناضي كنادي، نمشيو نكملو الريفيو ديالنا الخوت بالنيو سي 50. اي 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 عرفتي الخوت اهم حاجه في هاد اللعيبه هادي شناهي؟ هو الماكينه الخوت دوبل لومبرياج شي حاجه الموت الموت الخوت الموت. هاد الدراجه هادي الحق ركب، ما كاين لا بريباري بلا ما تبقى تخسر فلوسك في داكشي ديال البريباراسيون. انا كندوي على الناس اللي باغا تلحق وتركب بالرجولة الخوت. موتور خفيف مانيابل وفيه لي فخان ديسك، يعني لي فخان هيدروليك. موتور كيطير كيطير الخوت، هاهي تروازيام وموتور منفس ناضي. هانتوما شوفوا شحال غنشد غير بالتروازيام، زايد 74 75 77 معرفتش واش تكون كونتور تاعو، غيبان لكم 80 82 زايد يلا 85 ايوا غنديرو كاتريام دابا. زيد 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 يلا ها هو الموتور. بلا ما تقولوا لي عاوتاني فرقعتي الروداج، ها هو باقي كاع باقي جديد جديد وكسيريت ليه وما كاينش المشكل الخوت، ما كاينش مشكل. ها انتم شوفوا يعني الا ترودا غيعطيك اكثر من هكا، ومن الاحسن ترودي ولا حقو طريقو. ملي كتوصل الكاتريام كيديروا لك لا زون غوج، نوقفوا بعدا في الفو غوج مع لا زون غوج جات لاصقه. كل لون بحال بالبروميير ديري لي الشيبي، دوزيام ديري لي الزرق، تروازيام ديري ليه بيستاش، كاتريام يعني لا زون غوج ديري ليه الغوج. غنحاول اي دون كابري وتا حنايا والله الا موطور ديال الكابراج. بالنسبه لكاشمال خوت تا هما راه تبدلوا 100% الكرينات تا هما ديال البلاستيك جاو ناضين. لابول فيها هاد الديزاين تا هو زوين وفيه الايروديناميك داكشي الخوت خطير. وبالنسبه لي لوفي دو فران فهما ستيل ريزوما كما العاده. شنو عاوتاني شنو 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 غنهضروا؟ البريز 12 فولت ها هو كاين هنايا، هادشي كامل الخوت غتشوفوه معايا في السينيماتيك. المهم نكملوا بعدا كاين الريفيو اللي مخلط مع التيست رايد او ميم طون، راكم عارفين البلان صراحه. الاضواء الخلفيه الفروج فهو عجبني خطير خطير بالرجوله الخوت، وهذه راه 100% 33 غير ما سموها نيو سي 50. راكم عارفين البلان موتور ناضي الخوت، عرفتي الماكينه هي كلشي في هذا الماطر ديال الشينوا. الا ما عندكش ماكينه اخويا هذاك الزواق ما عندنا ما نديرو به بالرجوله. كنهضر معاكم حيت موتور الشينوا كيبقى موتور الشينوا، راه كاتيغوري وحده لا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا، لا حكا فيها هادي لا فيها هاديك. وموتور ديال الشينوا موتور ديال الشينوا، باغي
تعلق فين تفلق سير خذ لك لي موطو جابونيز. راكم عارفين البلان راه هذه في لي موطو جابونيز راه دايره 3 مليون 4 مليون وفينا هي وما كايناش. فهمتوا البلان؟ يعني اهم حاجه كما كنقول لكم في لي موطو شينواز الخوت هو الماكينه. الديزاين كيلعب دور متفق معاه، كاين اللي مسكين ما عندوش وباغي حتى هو يحس براسو راكب على موطور زوين وديزاين وهادي، ولكن عاوتاني ما تكونش الماكينه مقتوله، هذه ماكينه زوينه وليغال داكشي ناضي كندي الخوت، ما غادي تلقى حتى شي مشكل مع البوليس. ماكينه كسيري وانطي وقطع الشانطي خلاها حسن الفد. بروميير دوزيام داكشي امبيكابل الخوت. ما عرفتش واش غتسمعوا عاوتاني الصوت ديالي ولا لا، حيت غادي بسرعه الخوت 75 زيد 77 78 80 زيد بغيت نوصل ل 85 هاي طروازيام 85 ايوا نكملوا الطريق ديالنا نكملوا. موتور مانيابل الخوت كما قلت لكم وخفيف، واللي بغى يحيد هاد لابيو اللي يحيدها ما كاينش المشكل، وكاع لي زوبسيون في هاد الموتور كاينين، كاين ديتريس ها هو شنو عاوتاني هو 100% ليد يعني فول ليد لا الاماميه لا الخلفيه، ما كاينش شي حاجه هالوجين ولا بغلة عاديه داك اللي كتسخن ديال والو، كلشي ليد 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 الخوت والليد هو كلشي دابا في هاد الوقت. نجيبو الدوميتور ديالنا، هذا هو برج محمد السادس، خطير الديزاين ديالو شي حاجه هربانه الخوت هربانه. ايوا شوفوا لي دابا الخوت غادي نوقف ندير واحد السينيماتيك باش تشوفوا الموتور على حقه وطريقه. طابلو الخوت ناضي ناضي كيبان في واضح النهار، انا دابا دير الكاسك والكاسك فيمي ومع ذلك كيبان لي مزيان. الكاميرا لا ما بانش لكم مزيان، راه الكاميرا دايره بحال هكا ما عندنا ما نديرو لها، هي كتصور بحال هكا. انا غادي نحاول نصور بالتليفون باش يبان لكم الفرق ما بين التليفون او سميتو والكاميرا، حيت الكاميرا اي ديفو كيبان. راه البولات دوك لي ليد الا كانوا شويه كي فيهم دوك لي ليد كيتراقصوا راه كتورقهم. فهمتوني الخوت؟ بالمناسبه هذه هيرو ناف، راه خديت الهيرو ناف الخوت وحيت الهيرو ويت باش نعطيكم شي حاجه هربانه الخوت، حيت الماتيريال هو كل شيء صافي الخوت. المهم كنتمنى ان هاد التيست رايد والريفيو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو ولايكيو، واللي ما عجباتوش لا فيديو ولا لا موطو ديسلايكي ما كاينش مشكل الخوت صافي الخوت. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. هانتوما الخوت كيف ما كتشوفوا معايا، خليت الكاميرا لاصقه في الكاسك باش يبان لكم داكشي مزيان. لي غو كيجيو ب 17 بوص، لي جونت الومنيوم سي ان سي،
الفخان او لو ديسك كيجيب ديامتر كبير كما العاده، وكيف ما ولفونا مؤخرا هاد لي موتو شينواز لوغو هو الار نيو سي 50، ماكينه دوبل لومبرياج الخوت، داكشي بلا ما نبقاو نهضروا فيه بزاف، لي زاموغتيسور هيدروليك، لي شابمون الكاش ديالها كيجي اون ديزاين كاربونيك زوين، داكشي ناضي اون بلاستيك ياك. واهم حاجه هو هذا اللي عجبني صراحه، الصراحه عجبني وتزادت فيه، هو هاد الفروج او اضواء الخلفيه جاو ناضين، وكاين هاد الحفيره هنا بحال غادي تهز شي صنيديقه. زوين زوين الخوت. شنو عاوتاني لي غوبوز بي عاديين، اما لي غوبوز بي ديال البيلوت فهم كيجيو بليابل، راكم عارفين البلان. كاين بريز 12 فولت، ماشي 12 فولت ولكن 5 فولت، فين هي طاطات انبوت 9 18، ولكن لا سورتي اوتبوت هي 5 فولت، 5 فولت يعني بالنسبه للتليفون وداك الشيء. انا غنحاول دابا نصور لكم بالتليفون، كنتمنى انه يبان لكم مزيان. شوفوا دابا في الكاميرا وشوفوا التليفون واش غيبان لكم، ما عرفتش واش غيبان لكم داك الشيء اللي كنشوف ولا حتى الكاميرا ورقت لي التليفون. المهم داك الشيء كيبان ناضي، غنخلي لكم فيديو قصير داير فيه ديك اللعيبه ديال ها السينيماتيك باش يبان لكم الطابلو. صافي الخوت، ولا غنديروا دابا نيت، غنقطع الصوت ونديروا دابا. ها انتم الخوت، ها هو الطابلو كيفاش كيبان، ما كاين لا تراقيس لا والو، من غير هاد شويه هادو اللي كيتراقصوا شويه بانوا ليا، اما كلشي ناضي. اما بالعين الخوت راه صافي، شوف ما كاينش ديفو بالعين، انا نقول لكم اللي كاين كاميرا اللي كدير ديفو بالرجوله. صافي الخوت، يلا نقطع هاد اللعيبه هادي اللي وريتكم ايوا ونكملوا المميزات ديال هاد الدراجه. صافي الخوت، كيف ما شفتوا معايا الطابلو راه داكشي اللي شرحت لكم هو اللي كاين، كيبان في واضح النهار. كاينين هاد لي كراش غيدون او لي غارد دو غيدون، هادي سينسي مصوبه يعني سيلي ريزوما، ولكن سينسي الماكينه اللي مصوبه هاد لي لوفي دو فران. وكاين هاد القفل هذا اللي خصكم ديجا، هذا اصلا كيتبولونا واقيلا. المهم الاحسن اللي شرا فيكم شي دراجه يحيد هاد القفل هذا، حيت كاين اللي كيشفر كيصوبوا عليه ويجي يحل لك موتورك، هذا ما عندك ما دير به، يعني فوت تشري موتور دي في سي وحيدو خليه في الدار صافي. تتبغي تبيع موتورك وبيعو به ديك الساعه. ريزيرفوار فهي عاديه كجميع مواطر ديال الشينوا، كتهز تقريبا واحد 45 درهم 50 درهم تو بلان. بالنسبة لوبتيك فكيجي فيه هاد لي ليد، هاد الشحطات هادو لي كلينيوطون او السينيرات تاهما ليد، كيجيو معاهم هاد لي ليد ديال فودوجور اللي هما هادو وهادو صافي. والشركة راه هي كوبر موتو كما كتعرفو. انا عشاق 33 بالحلة الجديدة، مفيهاش غير هاد اللون كما قلت لكم، فيها الكحل مات كحل بريون هاد الدم الغزال، كاينين لي كولور بزاف. المهم هادي يلا دخلات دابا وباقا جديده. صافي الخوت، كما قلت لكم لابيل فهي ايروديناميك، فيها واحد اللعيبات واش غيبانوا لكم ولا لا. المهم واحد التموجات كيبانوا هنا باش كيهرسوا لعيبات ديال البرد، يعني بحال البرد كيضرب بحال هكا كيطلع. ولي كاشمان فهم حتى هما تانتي فيمي نوار شي حاجه بحال هكا، وداك الشيء لاصق ما كاينش تخرشيش والتقرقيب. هانت داكشي ناضي الخوت، ناضي اللهم بارك. وكما قلت لكم راه لي موطور شينواز كيبقاو كاتيجوري وحده. الاهم حاجه في الموطور ديال الشينواز هو الفرانات والماكينه، اهم حاجه في هادشي كامل ديال لي موطور شينواز. صافي الخوت، هادشي اللي كاين. يلا ما تنساوش تبارطاجيو كما العاده، ونتلاقاو ان شاء الله في ريفيو جديد ولا شي فلوغ ولا شي ديلو اوبسيرفيشن. صافي الخوت، يلا تهلاو ليا في راسكم.